لغة الحوار، هي لغة عظيمة وثقافة رائعة بكل تأكيد، ولكن إلى أي مدى ممكن أن هذه الثقافة تعمل على رفع القيم المجتمعية وعلى مستوى المشاكل الأسرية وتربية الأبناء بالتحديد؟ سؤال يطرح نفسه، كيف ممكن أنه الواحد يتعامل مع شريك الحياة بهذه الثقافة وبكل صراحة ومن غير تجريح وبكل وضوح أيضا، ومن غير طبعا أنه الواحد يعني يتلفظ أو أنه يزعل الطرف الآخر؟ من هذا المنطلق مشاهدينا خلونا نتطرق إلى هذا الموضوع مع ضيفتنا في الاستوديو منيرة السكران، مستشارة أسرية اجتماعية. يا هلا وسهلا فيك وحياك الله أستاذة منيرة، نورتينا. يا هلا والله، مرحبا فيكم أجمعين. يعني الموضوع جدا شيق والموضوع كبير، مهما يعني حاولنا نغطيه الكلام سهل، لكن التطبيق لحظة الانفجار صح تلخبط لك اللي هي المعادلة اللي أنت كنت قاعد تفكر فيها. صح، وخاصة إحنا لما نتكلم لغة الحوار لغة يعني عامة، أنت تتكلم مع شخص أشخاص عدة أيضا، أطفال كبار صغار، فهي اللغة سائدة عندنا، عندنا ثقافة. هذه المشكلة يعني. طب هل عندنا حنا هذه الثقافة أستاذ منيرة؟ يعني أنت قلت لازم يكون عندنا هذه الثقافة. صحيح. هل إحنا كمجتمع سعودي بالتحديد، يعني أنا أتكلم، هل عندنا ثقافة الحوار بين الزوج والزوجة، بين الأم والبنت، بين الأخ وأخته، بين الأطفال، يعني بيننا كلنا، أو تحسينها شوي؟ هي أنا إحنا ما نقدر نعمم أو نحدد فئة معينة. لا لكن ما نعمم، لكن إحنا نقول في بعض الأسر، بعض الأسر طبعا إحنا نتكلم عن الجيل القديم، كان الأب السلطوي اللي هي فقط اللي هي الدكتاتورية، الأوامر نفذوا خلاص. فبدأت تتحول الآن الحمد لله، يعني أنا أشوف أنه بالعكس الآن مع الأشياء اللي تجينا فيها نسبة، لكن ما زالت يعني كأن إحنا كسعوديين، في بعض الدراسات يقولك الآن ما زال الآن عندنا نسبة الحوار السلبي. تعرفين الحوار، في حوار لكن حوار سلبي واصل إلى 50.5%، يعني 5%، فتحضينها إيش نسبة مرة يعني كبيرة، حوار سلبي بين الأسر، من ضمنها تندرج إلى نسبة 40% العنف الأسري. فهذا وش يدل عليه؟ يدل على أنك إيش؟ ما زال الحوار نفتقر، لأن أول مشكلة تصير بين الشخص والثاني اللي هي طبعا يفقد الحوار، ينقلب طبعا تفقد السيطرة، بعد يتحول إلى عنف، بعد يتحول إلى خلاف، بعد يتحول إلى طلاق، بعد ممكن الأب يضرب. فهذا المشكلة عندنا، نقول في ثقافة، لكن من اللي يلتزم ويربي نفسه من الأول؟ الثقافة تحتاج إلى أنها أبني نفسي من الأول كزوج الآن، وأنا راح أبني أسرة أبدأ أتعامل مع زوجتي، هل أنا أحاور صح؟ هل أنا أنصت؟ هل أنا أتناقش معكم صح؟ فهنا تبدأ لي ثقافة الحوار، تبنى من الأساس. بالضبط، يعني ليس فقط أي حوار نقعد نقول هذا حوار بناء وحوار لنتيجة. بعض الحوارات زي ما تفضلتي تكون فيها عنف، تكون فيها تلفظ، تكون فيها يعني اجتيازات غير مقبولة، ويتدرج الحوار إلى أشياء أخرى. صحيح. لكن لو نتكلم عن طريقة الحوار أو ثقافة الحوار المثالية، أكيد لها معايير معينة حتى أنا ألتزم بها، أنا أتشرب أتعلمها وبعد كذا أمارسها على أرض الواقع. إيش هي معاييرها؟ أول معيار، أنت الآن لما كنت تتكلمين معي وش كنت أنا قاعدة أسوي؟ الاستماع. قاعدة أنصت لك صح؟ صحيح. وتلاحظيني أنا أتواصل معك تواصل بصري، أني أنا أول شيء تواصل بصري، أنت الآن حسيت أني أنا معطيتك وجه قاعدة أتكلم معك. مظبوط. فالإيماءات لغة الجسد اللي هي تحسي أنا وياك ترى مع بعض، أنا قاعدة أسمع لك، فهذه خليك تسترسلين معي. هذه أول مبدأ عندنا إحنا في ثقافة الحوار، لما أنا أبغى أتكلم مع شخص لازم تسمع لي. يعني أنا بتكلم معي جوال، معليش أتكلم وتتكلمين معي أطالعة، أنت الآن أنا قاعدة أتكلم أوكي، أنا بيني وبينك حوار، لكن صح. أنت من تيمي ما قاعدة تسمع لي، والله أنا قاعدة أسمع لك، لا أنا ما أنت قاعد على الجوال. هذه فيها تقليل احترام. الاستماع صح. لازم بكل مشاعرك، بكل أحاسيسك، لغة الجسد، الإيماءات، التواصل، الابتسامة، يعني نبرات الصوت، هذه كلها لازم أنا أكون حواري مثالي بهذه الطريقة. مزبوط. علشان أنا أجذبك الحوار، علشان أنا أجذبك وأنت تستمتعين معي، ابتسامتك هذه تدل أني الموضوع خلاكي تطلعين فوق. مهتمي على الموضوع. يعني لأن أنا هذا اللي يعني إحنا هذا اللي نبغاها. صح. أنا أبغى لما أتحاور معك
أبغى أجذبك بالحوار، أبغاك تقنعني أو أنا أقنعك. الحوار دائما يدور حول نقطة معينة، إما اللي هي تقارب بيني وبينك الحلقات، أو أنك تقنعني بوجهة نظرك، أو أنك بتوصل لي إلى حاجة أنا أحتاجها. فأختر الطريقة اللي أنا اللي فعلا تؤثر على سلوكي، تؤثر على استماعي، تخليني أدرس الموضوع. أقول والله صراحة فعلا جلستي كانت مرة رائعة. مظبوط. بحكم خبرتك أستاذة منيرة، كيف أنا أقدر أقنع اللي قدامي أنه أنت مو قاعد تحترمني من ناحية الإنصات، من ناحية التركيز؟ يعني في ناس نحكي معاهم في موضوع مهم جدا أو حساس جدا أو يمسنا أو في مشاعر أو في تلقين على قولتك ماسك التليفون وأسمعك أسمعك. طب أنا كيف ولو يعني بتوجهين الكلام تقول مثلا أتركي تليفونك أنا قاعد أتكلم، بتصير هواش. صحيح. طيب غير كذا يعني، ولا أنا خلاص بسكتي؟ أنا من الناس اللي تصير لي هذه المواقف، ما أتكلم عن شيء حساس أو حاجة تخصني ألقى اللي قدامي ما يسمع، أنا عادي أشيل نفسي وأقوم. ممتاز. أو أني أنا خلاص ما عاد أتكلم، أقفل الموضوع، أسكت، ألتزم الصمت. فنبغاك تعلمين الطريقة الصحيحة أني أبين للشخص اللي قدامي أنه يعني أنا قاعد أتكلم معك في موضوع، بحيث أنه أنا ما ودي تصير مشكلة، بس الطريقة الصحيحة. لما أنا أول شيء أختار الشخص الصحيح اللي أتكلم معه. معليش أوكي. الآن معنات الآن من كلامك هذا أنه قريب، يا زوج يا أب يا أم يا صح أخ قريب. صح مرة. صح. لأن هالآن أنا مضطرة لأني أتحاور معك، إذا معناته أنا أختار الوقت المناسب. صح. الوقت المناسب هذا واحد. بعدين نبرة صوتي وأسلوبي وتعاملي أنا أختار الطريقة الحلوة علشان أني أنا أجذبك للشخص. لا يكون وقته هو جاي مثلا أو أنه مشغول بحاجة معينة، لا أجي أتكلم معه، أنا في موضوع مرة حاسي من أنا أبغى أتكلم معك، أبغاك تسمع لي، فأعطيه المبررات اللي أنا أحتاجها، أنا أحتاج هذا الشيء. فالآن ممكن أقول أبغاك تسمع لي، أوكي ماسك الجوال، إذا خلص أعطيني خبر أنا أبغى أتكلم معك الموضوع. هو بيقول لك خلاص أوكي أنا بسمع لك، إذا كان الآن عنده استعداد يسمع لك. إذا ما أعطاك وجه انسحبي. في جميلة دائما نقول تعلم متى ترحل، إذا شفت الآن مجرد سلوك بيأثر على مشاعرك صح اطلعي. سلام. لأني أنا أبغى أحافظ على نفسي أنا. صح. فأبعد. أنا لازم أختار. عندي أنا الأولاد متى أنصحه؟ ترى مي بس على شكل اللي هي الزوج ولا الأب ولا ذا، الأب مضطر إنك إيش اللي طبعا هذا أمر ما يعني من رب العالمين إني أنا لازم أسكت وأخضع له وأسمع له. لكن الزوج لا، حياة ممتدة، أبغاك تسمع لي. إحنا قاعدين نتعلم أولادنا ثقافة اللي هي الثقافة المثالية. لما يشوفني أتكلم مع الأم مع الأب معناته أني بيعطيني وجه أني أتكلم معاك يا الطفل. إحنا يكبرون وهم يبغون يسمعون، ما أبغاه يسمع وأنا بحكم أن هذا الأب المسيطر. أنا سمعت لك إن شاء الله تم، لكن داخليا أنا ماني مقتنع. أبغى استماع مع اقتناع علشان يصدر من عندي سلوك يحبه الشخص اللي قدامي. اللي هي إيش؟ الجذب للطرف الآخر. هذه مهارة الحوار دائما. مزبوط. أنا أبغى أثر على الشخص، أبغى أجذبه، أبغاه يكون أنا محب لك، ما أبغاك أنا والله كاره لكن مجبر. طب ماذا لو كان خلال هذا الحوار إن استطعنا أن وصلنا لهذه المرحلة ولكن في اختلاف كبير في وجهات النظر في الأفكار وبدأ يصير هناك توتر وخلاص ننهي هذا الموضوع بلاش نتكلم؟ طب أنا كيف أتشرب من وجهة نظرك وأيضا أقنعك بوجهة نظري بحيث أنه في النهاية نصل إلى نتيجة، بالذات مع الأبناء والمراهقين؟ يعني دائما يتهربوا من موضوع الحوار، يدخلوا الغرفة يقفلوا الباب، يزعلوا بسرعة، يعصبوا بسرعة. طيب أنا مستمعة ومنصتة إليك، ولكن مجرد ما تطرحي أي فكرة يحصل العصبية ويحصل التنرفز وكذا. لما تكلمت الآن عندك الآن الأطفال والمراهقين، هذول لهم غرف خاصة يسمحوا لك متى ما يفتح لك الباب تدخلين، هنا معناته أنا سمحت لك تدخلين على الخصوصية هذه. إذا أنا عندي اقتناع أني أخذ منك بعض الكلمات، أنا عندي اقتناع أني أنا أغير السلوك، لكن هنا يبدأ وش يرجع له؟ يرجع على الأسلوب اللي أنا استخدمته. هل أنا جاي أفرض عليك تعديل سلوك؟ أو أنا مجرد الآن ما كنت أسمع لك والآن أنا قاعد أسمع لك؟ ترى هم أذكى مني بكثير طبعا، يفهم لك الآن ليش اليوم قاعدة أمي تسمع لي، هي أصلا ما تعودت أنها تسمع الكلام. أيوة. فهو يعرف عندها حاجة. مزبوط. هو أذكى منك بيسوي سلوك إن إيش يروح ويخليك. فهي تبدأ من التنشئة. التنشئة على ما مزبوط. يكبر ويتعود على هذا الشخص. يعني ماذا لو فقدت ثقافة الحوار في العائلة؟ أشتغل على نفسي أنا. إحنا دائما لا نعيل الخطأ أو التقصير على الآخر، وهذا مشكلتنا.
صح. انا دوري اني انا يعني اربي نفسي، اتعلم كيف انا انصت، كيف انا متى انسحب، متى هذا الشخص يبغاني، لازم اتعلم اللي هي انماط الشخصيه كيف اتعامل معاهم. هنا انا انمي نفسي، اجباري مع الوقت 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 ان الاشخاص اللي قدامك راح يتغيرون. طبعا مزبوط مزبوط. فتعلم متى انسحب عشان انا ما اتاثر وانا انمي هذا الشيء. دائما نقول الحوار الحوار ثم الحوار هو الاساس في التربيه وحل كثير من المشاكل الزوجيه. استاذه منيره السكران، شكرا لوجودك معنا في هذه الفقره اليوم. الله يسلمك، شكرا لك. مشاهدينا فاصل قصير ومكملين.